أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في محاضرة جديدة من الفصل الثاني لمادة تحليل أنظمة القدرة، واللي هي الفصل الثاني اللي يتحدث عن تحليل الأعطال Volt Analysis. وصلنا إلى شلون نحسب العطل، إذا كان إذا صار عندي عطل ونحدد الميجا فولت أمبير شورت سيركت اللي هو قلنا بالبير يونيت يساوي لنا تيار الشورت سيركت. راح ناخذ مثال نتعرف شلون نحل مثل هيجي أمثلة. المثال يقول 25 ألف كيلو فولت أمبير، أو نقول 25 ميجا فولت أمبير نفسه. 25 ألف كيلو فولت أمبير اللي هي القدرة، و 13.8 الكيلو فولت اللي هي الفولتية على طرفي الجنريتر المولد، with X D double dash هذه اللي هي الرياكتانس مال المولد اللي هي 15%، يعني هنا أنا منطينا الرياكتانس 15% is connected ربطه خلال through a transformer، ربطه خلال الترانسفورمر كما في الشكل هذا أمامكم to bus bar على عن طريق هذا الباس بار which a supplies for identical motors، يجهز لي يجهز موتورات محركات هذني أربع محركات as shown in figure 10-13. هذا الفيجر 10-13 محركات هنا عندي أربعة يجهزهن هذا الجنريتر عن طريق هاي الترانسفورمر اللي مربوطات لنا على هذا الباس بار. The subtransient reactance عندنا subtransient reactance، احنا عرفنا شنو subtransient، يعني اللي هي المحاثة دون العابرة. احنا قلنا عندنا subtransient reactance وعندنا reactance resistance reactance وعندنا steady state reactance. هسه هنا جاي نتعامل بال subtransient reactance اللي هي X double dash. X double dash هاي المحركات السبترانزيت رياكتانس X D double dash for each motor is 20%، يعني لكل موتور عنده سبترانزيت اللي هي 20% on a base على البيز مالتنا 5000 كيلو فولت أمبير، يعني هاي القدرة الميجا فولت أمبير بيز اللي هي منطينا 5000، أما نقول 5000 كيلو فولت أمبير أو نقول 5 ميجا فولت أمبير، 6.9 كيلو فولت اللي هو الفولتية اللي يشتغل عليها هذه المحركات. The three phase rating of the transformer، معدل ال three phase transformer هذه شنو القدرة مالتها 25000 كيلو فولت أمبير أو 25 ميجا فولت أمبير. نفس الشيء هذا بالنسبة للميجا فولت أمبير للترانسفورمر، والفولتية للترانسفورمر هي من 13.8 إلى 6.9، يعني 13.8 اللي هي هنا مال الجنريتر اللي جاية، ويعني هاي خافضة إلى 6.9 كيلو فولت حتى تغذي لي الباس بار هذا اللي بدوره يغذي له مربوط عليه هذه المحركات. With a leakage reactance، with a leakage reactance عندنا بالنسبة للمحركات للمحولات العفو leakage reactance اللي هي مثل للX تساوي لنا 10%. سؤال، ليش المحولات ما يقولون عليها سبترانزيت، وليش المولدات والمحركات تصير بها تنشأ اللي هي سبترانزيت رياكتر؟
هذا السؤال يطرح نفسه. يعني حقيقة بالنسبة للترانزيت والسب ترانزيت هاي تنشئ عندي قلنا بالمحركات أو بالمكائن التزامنية. المكائن التزامنية من راح يصير عند العطل راح تتحلل لي إذا إلى سب ترانزيت وترانزيت وستادي ستيت. أما بالنسبة للستاتيك اللي هي الترانسفورمر ما بيها حركة، ما عندنا هنا دوران، ما عندنا تذبذب، فهنا فقط اللي هي نسميها مفاعلة التسريب أو لكج رياكتانس فقط بالمحولات اللي هي لكج رياكتانس. أما بالترانسميشن لاين ففقط رياكتانس، لا سب ترانزيت ولا ترانزيت. هاي معلومة خلي تبقى ببالنا. The bus voltage at the motor الباس بار، هذا فولتية الباس بار اللي تغذي للماتور اللي هو 6.9 كيلو فولت، 6.9 كيلو فولت وين 3 فيز فولت اكورز. اذا صار عنده عطل 3 فيز قلنا الاعطال اللي احنا بصدتها هذا الموضوع، اما 3 فيز نقول او نقول بالانس فولت او نقول سيمتريكال فولت هو نفس المعنى. صار عنده عطل 3 فيز ات بوينت بي، النقطة بي، هذا النقطة بي هنا المؤشرة بالرسم هذا. For the volt specified هنا أنا تفصيلا لهذا العطل determine احسب لي أي أولا the subtransient current in the volt، يريد subtransient current، subtransient current. B the subtransient current in breaker A، يريد subtransient current when بالسيركت بريكر أي هذا. C the symmetrical short circuit interrupting current. هنا C يقول symmetrical short circuit، هنا short circuit المتماثل المتقاطع، التيار اللي يقطع القطع لدائرة short circuit المتماثلة as defined for circuit breaker application، يعني كما هو محدد لتطبيقات قواطع الدورة، لتطبيقات قواطع الدورة. In the volt and in breaker A، في العطل والبريكر A والسيركت بريكر A. بس هذه المطالب الثلاثة اللي ريتها من عندي حتى أبدي أحل. أول شيء للحل عندي في الفرع A أقول for base، طبعا راح اخذ بيز اللي هو صار عندي 25 الف كيلو فولت امبير و13.8 كيلو فولت، اخذنا بجهه يا جهه بجهه الجنريتر، اخذنا بجهه الجنريتر. عند الجنريتر سيركت ذا بيز فور ذا موتورز، والبيز عندنا بالموتور قلنا الميجا فولت امبير هي تبقى ثابته، اخذنا 25 فقط، اللي تختلف شنو عندي الفولتيه، الفولتية تختلف. The subtransient reactance of each motor is، راح نجي ناخذ subtransient reactance، subtransient reactance for each motor is، راح نجي اللي هو كل موتور عندنا 20% منطينا هنا، إذن راح نجي بالنسبة للفولتية اللي هي هاي 6.9 البيز مالنا على فولتية أطراف الموتور اللي هي شقد، اللي هي 6.9 نفس الشيء 6.9، فالبيز والأكشوال والبيز مساوية أو الأولد والنيو مساوية، فراح تختصر يبقى عندنا بس الميجا فولت أمبير اللي هي القدرة اللي هي النيو منطينا 25 ألف والأولد اللي هي 5000 اللي هي القدرة مال المحركات. واضح هنا البيز للمحركات ايش قد 5000، واحنا مختارين ال 25 الف، قلنا هاي تظل على طول الخط مثل ما قلنا من حلينا البيرو، فراح نضرب هذا القانون اللي هو في حاله اختلاف البيز عندنا الفولتيه اختصرت تساوي 2 واحد،
وعندنا هنا بقت عندنا فقط القدرة ونضرب في البوينت 2 حتى يطلع لنا الاكس دي دبل داش ساوان 1 بريون ساوان 1 بريون. إذن هذا موضوع قديم أخذناه بالفصل الأول شلون نحسب بالبريون. إذن راح نجي لهسه المحركات كقيمة جديدة لهن اللي هي 1 بريونت لكل من هذه المحركات. إذن X دي دبل داش راح يصير 1 قيمته 1 لكل هذه يعني كل من هذه المحركات هو راح يصير قيمة X دي دبل داش هو 1 بريونت 1 بريونت. إذن نجي نكمل هنا بالنسبة لهذا صار عندك كلها واحد واحد بيريونت واحد بيريونت واحد بيريونت. نجي على بالنسبة للجنريتر الجنريتر ما صار أي تغيير لأن البيز الأولد واليو نفس الشيء بالنسبة للفولتية وبالنسبة لل الجديد يعني الأولد والنيو نفسه بالنسبة للميجا فولت أمبير وبالنسبة للكيلو فولت نفسه فبقت عدة هي نفسها جي بوينت واحد واحد خمسة يعني 15%. وأيضا عندي الترانسفورمر الترانسفورمر أيضا هي نفسها كقيمة نفس القيمة يعني من ندخلها بالقانون الكبير مال اختلاف الفيز قلنا راح يبقى نفسه لأنه الفولتية والقدرة راح تكون متساوية الأولد والنيو فبقت لنفسها. فقط اللي صار عند التغيير هو بالنسبة للرياكتانس السب ترانزيت رياكتانس بالنسبة للمحركات صارت عندي بيها تغيير باختلاف ميجا فولت أمبير. هسه عندي دائرة هنا هذه الدائرة العفو الكوفيلنت هذه سيركت للرسم مالتني الون لاين دايجرام. ايش راح نطلع؟ راح اول شيء حتى نحسب التيار العطل قلنا هو شيء يساوي لنا اي او في على الزد ثيفنين اي او في على الزد ثيفنين يعني فولتيه على الزد ثيفنين. الفولتيه قلنا دائما ناخذها واحد والزاويه صفر. اذا واحد والزاويه صفر واحد والزاويه صفر والزد ثيفنين راح نجي نحسب الزد ثيفنين نجي نحسب الزد ثيفنين. شلون نحسب الزد ثيفنين؟ عندنا هذه مربوطات توازي أربعة رياكتانس مربوطات توازي راح إذن قيمتهن متساوية نفس القيمة من التوازي راح شو يصير؟ راح واحد قيمة واحدة ونقسمها على أربعة راح تطلع 0.25 تاني العطل هنا نقطة B من العطل صار عندي بنقطة B ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي خل شوي اوضح لكم هاي هنا صار عندي هذا الجنريتر وهذه اللي هي الـ XD double dash مالت الجنريتر وهذا عندي الليكج رياكتانس بالنسبة للترانسفورمر وعندي هذا الباس بار وعندي هنا الأربع محاثات العطل صار عندي هنا
يعني هنا من صار عطل يعني هذا هنا خلينا نقول راح يصير هذا واحد بير يونت كلهم واحد بير يونت وهذا هنا قيمتها هي 10 اللي هي جي بوينت 10 وهاي اللي هي جي بوينت 15 هاي الصفحة راح بما أنه قيم متساوية للرياكتانس قيم متساوية للرياكتانس فنأخذ وحدة نقسمها على عددين 4 وواحد على 4 ويساوي لنا 0.25 بيريون هاي جهة توازي هاي جهة يعني كأنما راح يصير هالشكل راح يصير هالشكل هاي صارت عندي 0.25 بير يونت وهاي صارت عندي 0.25 بير يونت صار التوازي ليش يعني عطل هنا فصل هسه هنا ايش راح يصير راح نجي نقول ناخذ التوازي مالتهن راح يصير ضربهن على جمعهن وراح تساوي لنا الزد ثيفنين تساوي لي 0.25 في 0.25 على 0.5 ويساوي لنا Z7 راح يساوي لنا 0.125 إذن عرفنا شلون طلعنا Z7 ال V F or Z or EF يعني بالنسبة للفولتية في حالة العطل هي قيمتها واحد والزاوية مالتنا صفر فإذا هسه إذا نريد نحسب التيار العطل اللي هو سب ترانزيت كارنت نرمز له بالرمز دبل داش اي اف دبل داش راح شو يساوي لنا؟ راح يساوي لنا واحد والزاوية صفر على جي بوينت 125 إذن هنا طلعت عدي راح يطلع عدي التيار اللي هو تيار العطل يساوي لنا سالب ليش لأنه مسحوب للعطل سالب جي طبعا نرفع هنا زاوية مالته من نرفع حصير سالب سالبة من نحوله هنا راح يصير سالب جي 8 سالب جي 8 بير يونت إذن تيار العطل راح يساوي لنا سالب جي 8 بير يونت سالب جي 8 بير يونت إذا نريد نطلع كقيمة حقيقية بالنسبة للتيار هسه عندنا هذا بير يونت حتى نطلع قيمة حقيقية لازم نوجد تيار البيز يعني اي بيز مطلق اي بيز حتى نضربه بالبير يونت ونطلع القيمه الحقيقيه الاي بيز ايش راح يساوي قلنا يساوي لي الميجا فولت يساوي لنا الميجا فولت امبير ميجا فولت امبير مو بيز على شنو على جذر 3 كيلو فولت تمام لو مو تمام هذا القانون لا ننساه فعدي 25 ألف أو أقول 25 نفس الشيء لأن ميجا على 6.9 في جذر 3 ويساوي لنا 2 يساوي لنا 2 0 0 9 كيلو أمبير ساوي لنا 209 كيلو أمبير هسه أجي راح شو أسوي أقول الآي فولت دبل داش راح يساوي لنا سالب جي 8 في 2.09 اللي هو بالكيلو فولت وراح تطلع لي
الناتج أو اللي هو يصير بالنسبة 16.72 كيلو أمبير. إذن هذا طلع عندي تيار اللي هو تيار العطل كفرع أي. فرع أي طلع عندي هذا اللي هو تيار العطل. زين نجي للفرع بي. الفرع بي هنا هذا هنا طلعنا. نجي للفرع بي. الفرع بي يقول the breaker A comes the contribution from the generator and three of the four motors. The generator contributes a current of. هنا راح نجي نحسب يقول ان تيارات دون العابرة الذي يسري خلال قاطع الدائرة اي يأتي من المولد والمحركات. يعني هنا من صار عدة عطل هاي المحركات صارت النوم هنا شنو صارت تغذية للعطل لتيار العطل عبارة عن تغذية لتيارات العطل. تيار العطل قام يجيني من المحركات ومن المولد، من خط المحركات ومن المولد، يعني من جهتين قام يجيني فهنا عندي التيار الكلي. راح نضربه في البعيدة على مجموع خلينا نقول عليه المقاومتين، يعني عندي توازي ومقاومتين توازي، تيار كلي. فإذا أريد لجهة معينة، يعني كانت تكون الجهة اليسرى اللي أريد أطلعها مال جهة الماطورات أو جهة المولد، التيار الكلي في المقاومة البعيدة على مجموع المقاومتين، لأن راح الرياكتانس جهة المولد صارت 0.25%. ومجموع المحركات صار عندي ايضا 0.25%. فلما نريد اخذ صفحه من اتنا اضرب التيار الكرنت ديفايدر، اضرب التيار الكلي البعيده على مجموع المقاومتين، فهنا أنا بالضبط صار عندي التيار الكلي طلعناه اللي هو سالب جي 8 مضروبه في البعيده على مجموعهن اللي هن نفس الشيء مساويات 2.25، فراح يصير عندي سالب 4 بير يونت. إذن صار عندي التيار في كل جهة من الجهة اليسرى اللي يقصد بها جهة المولد والجهة اليمنى اللي هي جهة المحركات راح يجي من عندها أربعة بير يونت. لاحظ أربعة بير يونت يجينا من كل جهة. هنا بما أنه جهة المحركات يجيني منها أربعة وجهة المولد يجيني منها أربعة، زين each motor contributes 25% of the remaining volt current. هنا راح يصير يقول عندي بالنسبه لكل المحركات، كل المحركات راح تنطيني 25%. ليش؟ لان هن أربعة والجهتين راح تغذيني بأربعة بير يونت، فاذا كل محرك راح يعطيني ربع بالمية، يعني of the remaining volt current or نقول أو بما أنه أربعة، الأربعة نقسمها على أربعة فراح يطلع العدد كل محرك ينطيني سالب جي واحد بيريون. فكل محرك راح ينطيني سالب جي واحد بيريون. هنا أنا بس أريد أوضح شغلة. هنا لما نريد نحسب السب ترانزيت كارنت في المطلب بي، شو يقول المطلب بي؟ لو نرجع للمطلب بي، مطلب بي شو يقول؟
يقول the subtransient current in breaker A بالسيركت breaker A يريد subtransient current in breaker A. فالبريكر A صاير وين؟ صاير صف العطل، صاير بصف العطل. فمن صار بصف العطل بالبريكر يعني هذا الجزء الرابع، الجزء الرابع اللي جاي من المحرك، المحرك أربعة اللي هو جزء البي العطل، هذا انفتح، فتح البريكر. فمن انفتح البريكر هنا إذا هذا الفرع كله اللغة، هذا الفرع الرابع اللغة، فش بقت عندي الثلاث محركات لأن هذا البريكر انفتح، فبقت الثلاث محركات عكس من حسبنا العطل الكلي كان وصل شورت سيركت وتوصل. أما البريكر فتح فمعناها الفرع الرابع من فرع الرابع من المحركات صار أوبن انفتح، فبقت عندي فقط الثلاث أفرع اللي جايتني من المحركات الثلاثة البقن. ولذلك بمعنى فرع المولد اللي هو التيار اللي يمر فرع المولد سالب جي أربعة زائدا ثلاثة في شنو؟ في سالب جي واحد اللي هو التيار اللي يغذيه أو اللي مسحوب من كل فرع من فروع المحركات، التيار اللي يتغذى من كل فرع من فروع المحركات. إذن ثلاثة عددهن ثلاثة فروع في تيار اللي هو سالب جي واحد وسالب جي أربعة يطلع لي المجموع سالب جي سبعة، يطلع لي سالب جي سبعة. إذن صار عندي تيار البريكر سالب جي سبعة بيريوني. أو إذا أريد هنا طبعا هنا بالأمبير مو بالكيلو أمبير، سرعة التواس أنا حسبتها بالكيلو، فمجرد قسمة على ألف يطلع 2.09. فنضرب التيار البيز في قيمة الأكشوال 7 ويطلع عندي 14.630. أما نقول 14630 أمبير أو نقول 14.63 كيلو أمبير. هذا بالنسبة إلى الفرع B، بالنسبة إلى الفرع B اللي هو البريكر عندنا إذا فصل أو فصل الفرع مال المحركات، فرع أحد المحركات. عندنا مطلب C، مطلب C نرجع المطلب C شيري، مطلب C يقول، المطلب C يقول the symmetrical short circuit interpolating current، تيار اللي الشورت سيركت العطل المتقاطع، تيار العطل المتقاطع as defined for circuit breaker application كما هو محدد لتطبيقات قاطع الدورة. ايش عندنا شروط او محددات قاطع الدورة نعمل بها؟ زين نجي to compute the current to be interpolated the breaker A حتى نحسب تيار التقاطع او للسيركت بريكر اي. replace the subtransient reactance of J1 by the transient reactance of J1 و.5. شوف هنا مين جاية؟ هاي جاية من السؤال او المثال اللي انطانا يا اشغال. يقول هنا لما نجي نحسب الترانزيت السب ترانزيت رياكتانس باي ذا ترانزيت رياكتانس، في حالة الترانزيت رياكتانس تختلف قلنا عن السب ترانزيت رياكتانس، ولذلك ناخذ لازم شنو هو؟ ناخذ الترانزيت رياكتانس قلنا تختلف عن سب ترانزيت، وحالة الترانزيت هي 15%. يعني هنا شنو؟ يعني ايش قايل لي؟ قايل لي الاكس دي دبل داش، الاكس دي دبل داش اللي هي 15% هنا كونكتد ثرو ذا ترانسفورمر تو اباز ويت سبلايز فور ايدنتيكيت
indicator indicator motors. هنا يقول راح ناخذ الترانزيت ناخذها اللي هي 15% فحتى ناخذ 15% نرجع نفس السيستم اللي حسبنا به الفولت في البدايه. اذا الزد ثفنين راح تجينا راح يصير عندنا جهه المحركات راح ما يصير عندي 0.25 جهه المحركات راح يصير عندي 0.375 راح يصير عندي 375. ليش؟ يعني هن اربعه كل واحد 15% نجمعهن وتوازي ونقسمهن على أربعة وهنا الجهة الثانية راح يصير عندي 0.25 فصار عندي جي صير 15 بير يونت ف15 بير يونت صار عندي زد ثفنين. يعني جمعنا الجهتين صارت الزد ثفنين عندي 15 بكان اللي هي كان عندي 125 جاي 125. راح نرجع نعيد نفس السيستم طلعنا هاي الزد ثفنين جاي 0.15 راح نجي نقول نجي نقسم واحد على 0.15 جاي 0.15 في 0.357 على 0.6. يعني هنا بالضبط هنا كأنما شنو كأنما يقول الزد ثفنين من طلعناها يعني جمعنا المحركات وطلعنا الرياكتنس مالتنا وجمع طلعنا التوازي مالتين وسوينا توازي ويا الجهة المولد صار ضربهن على جمعهن طلعت لي 0.15 هسه هنا عندي كتيار راح يساوي لنا واحد على الجي 0.15 لانه التيار العطل يساوي لنا الفولتيه واحد على الزد ثفنين فضربناه في البعيده على مجموعهن هاي مختصره خطوه واحده مختصر بها عده خطوات. هذا يمثل لي التيار وهذا يمثل البعيدة على مجموح. يعني ضرب التيار الكلي في الطرف اللي يريد يحسب على المحركات شقد فطلع لي سالب جي 4 بير يونت نريد نحسب each motor contributes a current of نفس العملية. هذا التيار الكلي نقسمه على 4 ونضربه في وحدة من الجزء على مجموعهن يقول على مجموعهن ويطلع لي سالب جي بوينت 67 بير يونت. هذا راح يصير شنو؟ راح يصير تيار اللي يجيني من كل محرك The symmetrical short circuit current to be interpreted is راح يصير عندي هذا قلنا لما السيركت فصل ايضا راح ينضرب هذا في ثلاثة على هذا المحرك كل محرك راح يعطيني 0.67 في ثلاثة زائدا جهة المولد اللي هو اربعة وراح نضربه بالبيز البيز كارنت ويطلع لي 12560 امبير او 12.56 كيلو امبير. اذا طلعنا التيار اللي مسحوب في حالة الترانزيت هسه لو نجي نلاحظ راح نشوف قيمة التيار العطل في حالة السب ترانزيت يكون أعلى من قيمة التيار في حالة الترانزيت وهذا واضح. ليش؟ لانه عندنا الرياكتانس زادت
من ازدادت الرياكتانس شبي قل التيار، قل التيار، بينما بالسب ترانزيت كانت الرياكتانس قليلة فالتيار صار أكبر، التيار صار أكبر. هنا يقول suppose that all the breaker connected to the bars are rated on the basis of the current into the volt one on the bus on the bus bar. In that case, the short circuit current interpreting rating of the breaker connected to the 6.9 kilovolt bus bar must be at least. هنا أنا أشوف هنا أنا شو يقول؟ يقول على افتراض، على افتراض قاطع، قاطع مربوط على الباز بار، على الباز بار. هنا أنا يختلف من كان القاطع مطروق مر القاطع مربوط على الفرع الرابع من المحركات صار عنده هذا التيار. لو القاطع مربوط على الباز بار نفسه، على الباز بار نفسه شلون راح نتعامل وياه؟ إذا فصل القاطع على الباز بار نفسه شو راح يصير؟ راح يصير أربع فروع المحركات تغذي، يعني ما راح يطلع فرع من عتن. من كان القاطع مربوط على فرع من فروع المحركات راح يدخل فرع صار على نفس الباز بار، صار على نفس الباز بار راح يدخل أربع فروع المحركات بالعطل، ولذلك هذا القيمة التيار راح نضربت في أربعة لأنه دخلا أربع فروع للتغذية هذا العطل، فانضرب صار عنده أربعة في 0.67 وزائدا أربعة ويطلع لي 6.67 بير يونت. وإذا أخذنا الأكتوال فاليو راح نضربها في 2090 راح تطلع لي 13940 أمبير أو 13.94 كيلو أمبير. هنا حتى نميز إذا صار عندي موقع العطل، موقع العطل راح يختلف عندي التيار. إذا كان موقع العطل على فرع من فروع الشبكة المغذية للمحركات أو إذا كان عندي على الباز بار، أو إذا كان عندي على الباز بار. هنا حتى نكمل حل مثالنا يقول أو هنا 14.4 كيلو فولت سيركت بريكر has a rated maximum voltage of 15.5 كيلو فولت and K الكي نتذكر اللي هو المعامل الرينج الفولتية K يساوي لنا الكي يجي 2.67 أطخ 15.5 كيلو فولت its rated short circuit interpoting current. هنا rated short circuit interpoting current يساوي لي 8900 امبير. This breaker is rated for the symmetrical short circuit interpoting current of راح شو يساوي لنا عندنا قلنا حتى نطلع الحجم الكلي شلون ذاك المثال اللي انطيناه نضرب الكي في الشورت سيركت معدل الشورت سيركت بالنسبة للانتربوتين كارين راح يطلع لي يساوي لي 23 يعني 2.67 في 8900 راح يطلع لي 23760 أمبير. إذا طلعنا حدود الشورت سيركت الانتربوتين اللي يتحمل السيركت أط فولتج 15.5 على إذا طلعنا 15.5 قسمناها على K راح تطلع الدجقيد 5.8 كيلو فولت. This current is the maximum that can be interpreted even through the breaker may be in a circuit of lower voltage. The short circuit interpreting current rating at 6.9 كيلو فولت is. راح نجي حتى نحدد اللور 15 نقسمها على الفولتية اللي هي 6.9 ونضربها في التيار اللي هو هذا الشورت سيركت انتربوتين كارنت راح يطلع لي 20، راح يطلع لي 20 امبير. وانا عندي الليمت مالي زقد من ضربت الكي في هذا التيار زقد طلع عندي 23760 يتحمل. فاذا
هذا راح يتحمل السيمتريكال فولت مالتي اللي هو 20 ألف أمبير أو 20 كيلو أمبير. The required capability of required capability of 13,940 أمبير as well below 80% of 20 ألف أمبير and the breaker is suitable with the respect to short circuit current. هنا طلعنا احنا هناك التيار اللي طلع لي من حسبنا تيار short circuit طلع يساوي لنا 13,940 أمبير، بينما حسبنا هنا سعة القابلية للسيركت بريكر اللي هو يتحملها 20,000 أمبير، ف 13 من 20 هي نسبة 80%، يعني 80% من 13 80% من 20، ولذلك يقول السيركت بريكر هو مناسب لتيار هذا الأعطال لهذه الأعطال أو يتحمل هذه الأعطال، يعني جدا مناسب هذا السيركت بريكر يتحمل تيار العطل اللي صار. ف طلاب يعني هذا فد مثال توضيحي وأرجو أنه يكون وصلتكم الفكرة على عملية شلون نحسب التيارات الأعطال ومكان السيركت اللي يفصل. خلي يكون بالحسبان أنه وضعه جدا مهم حتى أعرفاني هذا المكان وين و عمل شلون وين راح يفصل ويا جزء راح ينفصل ويا جزء راح يدخل بالعمل حتى ينقيس التيار. اما حساب الانتربوتينج بالنسبه للكرنت شورت سيركت هنا راح نجي ناخذ المعامل الكي ونضربه في التيار اللي هو تيار الشورت سيركت، معدل تيار الشورت سيركت لهذا راح يصير عندي حجم الكلي اللي يتحمله السيركت بريكر، وبعد ذلك نجي ناخذ الفولتية ايضا نقسم الماكسيمم فولتج على الكي وراح يطلع لنا اللور اللي هو طلع لنا 5.8 اللور ليميت. زين هنا التيار الماكسيمم كان بي انتربيوت بالسيركت بريكر طلع لي باللور فولتج اللي هو كان عندي لو اخذناه مثل ما هو موجود الفولتية 6.9 ونطبقها فعند الماكسيمم 15.6 اللور فولتية مال المحركات اللي صار بهن العطل فنضربه بالتيار راح يطلع لي 20,000 أمبير، فطلع لي هذا 20,000 أمبير. أجي أقارنه ويا تيار العطل اللي طلعته، تيار العطل اللي طلعته هو 13,940 قياسا بال 20,000 هو يساوي لي نسبة 80% من قابلية السيركت بريكر على تحمل تيار هذا العطل. فإذا أقول هذا السيركت بريكر هو مناسب لتحمل تيار الشورت سيركت أو مناسب لتحمل تيار العطل حسب ما استخرجت. طلاب هنا نكون قد انهينا هذا المثال، وان شاء الله راح نلتقيكم بمحاضرات قادمه وامثله اخرى ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.